زروق زكريا عضو الشبيبه الاتحاديه بمدينه الفنيده. جينا اليوم تلبيه للدعوه ديال الاخوان في الشبيبه الاتحاديه لتطوان للتبرع بالدم ترسيخا وتكريسا للقيم النبيله الاسلاميه اللي حثت على التبرع واحياء الذوات واحياء الانفس، لان كما كنعرفوا ان الدم هو واحد الماده اللي حيويه جدا، وللاسف ان معظم المراكز ديال تحقن الدم في المغرب كتعرف واحد النقص مهول وخطير جدا. هذا يعني اللي ضاق نقص الخطر وجعلنا حنا كشبيبات حزبيه وكمجتمع مدني وكمواطنين اولا واخيرا اننا نمشيو لمراكز تحقن الدم ونعطيو الدم ديالنا، لان مجموعه من المواطنات والمواطنين والمرضى في حاجه لهذه الماده الحيويه. وبالتالي نحن فخورون اننا كنكرسوا هذه القيم وكنحتدوا بذلك بحدو ديال جلاله الملك حفظه الله في التبرع في تكريس منطق ديال التضامن ومساعده الاخر الى غير ذلك. فادي وكيلي عسراوي، الكاتب الاقليمي للشبيبه الاتحاديه. اذا كما كتشوفوا اليوم احنا في النسخه السادسه لحمله التبرع بالدم التي تنظمها الشبيبه الاتحاديه. طبعا هاد المبادره هي تحت شعار تبرع بالدم واجب وطني. كنعملوا هذه المبادره ايمانا منا يعني باهميه هذه الماده الحيويه في انقاذ مجموعه من الارواح. كنعملوا هذه العمليه هذه الى جانب يعني الترافعات، الى جانب الترافعات ديالنا في مجال السياسات العموميه ولا السياسات المحليه، كذلك كنحاولوا نقوموا بهذا الدور من اجل تربيه الشباب التطواني على المواطنه والقيام بهذا بحال هذا النوع ديال المبادرات. هي ايضا دعوه لجميع الشابات والشباب التطواني للالتحاق بالمركز الجهوي للتبرع بالدم، لان كاين قالوا لنا هنا كاين خصص كبير. كنتمناو ان نجيو نشدوا هذا الخصص هذا وشكرا. السلام عليكم، معكم فاطمه الزهره بخدام شبيبه الاتحاديه بفرع الفنيدق. اليوم ان شاء الله لبينا الدعوه ديال الاخوان ديالنا في الشبيبه الاتحاديه بتطوان من اجل حمله التبرع بالدم اللي ماشي اول مره كيعملوها، وكنحييهم على هذه المبادره. جينا ان شاء الله اليوم نتبرعوا بالدم ديالنا في المركز التحقن بالدم الجهوي بمدينه تطوان اللي كيعرف واحد الخصاص كبير. كنتمنوا انه هاد المبادره هذه تعاون ولو غير بالقليل. حنا اليوم جينا نتبرعوا بالدم حيت كما كنعرفوا كاين واحد الخصاص كبير هنا الدم، كنعتبروه نشاط نضالي كما كنقوموا بجميع الانشطه ديالنا النضاليه. والصراحه الله خصنا نكونوا واعيين بهذه المساله، لان واحد كاينين عدد ديال الناس كيتوفاو، العدد ديال الناس كيكونوا هنايا عندهم الخصاص كبير في الدم، وكنظن بان خصنا نكونوا كاملين نجيو هنايا كشباب واعيين. دكتور عبودي عادل، طبيب مركز تحقن الدم تطوان. كما كتعرفوا دائما مراكز تحقن الدم في المغرب كتعاني من هذا المشكل ديال الخصاص، اللي كنحاولوا دائما نوفر واحد المخزون قار، لان كنطلبوا يكون واحد ثقافه تبرع بالدم بالنسبه للمواطنين. علاش؟ لان كما كنعرفوا الدم دائما كنحتاجوا له، والا ما لقيناش الدم اللي يعطيه الاخ ديالو الدم فكيكون دائما مشكل، يعني ولا لا يباع ولا يشترى، مشكل ديال الخصاص. فلهذا دائما كنحييو هذه البادرات اللي كتجي من الشباب او لا المؤسسات الاجتماعيه او اي شخص ولا حمله كتساعدنا على نوفروا المخزون تطوان. تطوان اللي كانت هي بالنسبه مركز جهوي معناه كيعطي الدم حتى لمارتيل مضياق في نطاق الشاون والزن. فكنطلبوا دائما من الشباب ان يكون عندهم هذه البادره الطيبه اللي كتاكد روح المواطنه الصالحه واللي كنحتاجوا لها في هذا المجتمع ديالنا، ويكون عندنا واحد مخزون. وكنطلبوا من الجميع كنجدوا يجوا لمراكز تحقن الدم باش يعطيوا الدم اللي هو صدقه جاريه وانقاذ حياه الاخرين، وشكرا. بما ان المناسبه صارت شفنا النداء ديال الاخوان في الشبيبه الاتحاديه، وان كانوا منافسين ديالنا كتدافع معاهم سياسيا، ولكن في الواجب الوطني فكانت وحده يعني. بالعكس كنشكرهم وكنتمنوا ان جميع المؤسسات الحزبيه والنقابيه والمجتمع المدني وكل الهيئات انهم يكونوا كيتفاعلوا مع في حالات المبادرات هذو. سليمان بوزيد، عضو الشبيبه الاتحاديه بتطوان. اليوم الشبيبه الاتحاديه وكعادتها
تلبي نداء الوطن ونداء الواجب الإنساني. اليوم في النسخة السادسة لحملة التبرع بالدم تحت شعار التبرع بالدم واجب وطني، جينا كاملين كأعضاء الشبيبة الاتحادية أننا نتبرع بالدم، لأن هناك إخواننا المواطنين والمواطنات اللي كيحتاجوا لهذه المادة الحيوية يوميا. الحملة التبرع بالدم اللي يمكننا نعتقوا بها بزاف الأرواح، ومن هنا كنناشد المواطنين والمواطنات باش أنهم كذلك يجيوا تبرعوا بهذه المادة، يجيوا تبرعوا بالدم، لأن بهذا التبرع بهذه العملية كنكونوا قادرين أننا نعتقوا ونقضوا أرواح وأرواح. نتمنى وما نمخلوش على الإخوان والأخوات ديالنا المواطنين والمواطنات اللي كيعانيوا في صمت، ونتمنوا جميعا تولي عندنا الثقافة ديال التبرع بالدم. وشكرا.